لأن مشاهدي الكرام مشاهدي حنا نشكركم بكم على فتبت المباشر طب مدينة الدار البيضاء. الحمد لله حنا محبوبين عند كل شيء، هذا الشيء الحمد لله حنا محبوبين عند كل شيء. يعني كيف ما كتبوا معنا في اللحظات، لحظات خروج زبناء ومرتدي الحانات وسط مدينة الدار البيضاء. كيوقع لحظة خروج يعني مجموعة من الأشخاص كيتم الصريخة ديالهم ولا كيتعرضوا لعمليات على الصريخة هنايا. مجموعة من الأشخاص اللي كيخرجوا بحالة غير طبيعية فكيتعرضوا لمجموعة من الصريخات هنا وسط مدينة الدار البيضاء. خويا الساسي والله القسم الى انت من اشد المتابعين، ديما كنت كتلقى كتفرج فيا، مرحبا بك خويا تحياتي ليك.